طرز البونز او عظام رؤوس القدم الخلفيه او مش القدم الخلفيه، عظام رؤوس القدم الخلفيه دي طرز البونز. طرز البونز عندنا دي عباره عن كلها شورت بونز، بتعمل كومباوند جوينت او مفصل مركب. اول عظمه فيها بنسميها الكالكينيوس او الفيبولار طرز البون، تاني عظمه لها بكره واضحه جدا او تروكيا بيسموها التيبيال طرز البون او الطلس. ده مكونين الصف العلوي لهذه المجموعه، يبقى الطلس الطلس والكالكينيوس. ثالث عظمه اللي هي السنترال طرز البون دي مكونه الصف الاوسط لهذه العظام. بعد كده الصف السفلي بيكون من فيرست طرز البون، فيرست طرز البون، فيرست طرز البون، بعدين نلاقي بعدها السكند طرز البون، سكند طرز البون، وبعدين سيرد طرز البون، وبعدين الفورس طرز البون. نقول تاني، يبقى هم منتظمين في ثلاث صفوف مختزلين ليه صفين. الصف العلوي ده بيسموه الكالكينيوس او الفيبولار طرز البون، والطلس او التيبيال طرز البون. الصف الاوسط بيتكون من متمفصله مع الطلس سنترال طرز البون. الصف السفلي اللي هو يتمفصل مع الميتا طرز البون بيبدا من الميتا لللاترال بالفيرست طرز البون والسكند طرز البون وبعدين السيرد طرز البون وبعدين الفورس طرز البون. ونشوف شرح وتوصيف هذه العظام. الطرز البون زي ما قلنا بتبقى موجوده ما بين التيبيا بروكسيمالي والميتا طرز الديستالي، عباره عن فورت بونز زي ما احنا شايفين، ارنجت في 3 روز زي ما احنا شايفين كده، ثلاث صفوف. بروكسيمال رو بيبقى محتوي عندي على عظمتين ودول اكبر عظمتين في المجموعه. من اللاترال كده دي بتبقى موجوده لاترال، ودي اكبر واحده في العظم فيهم اللي هي الكالكينيوس بون، بقول عليها الكالكينيوس بون او الفيبولار تارسال بون، الكالكينيوس بون او الفيبولار تارسال بون زي ما احنا شايفين. بتتميز بوجود تيوبر اللي هو موجود بروكسيمالي، ده بقول عليه الكالكينيال تيوبر، كالكينيال تيوبر. الميديال سيرفيس بيبقى عليه بوز او نطوق زي ما احنا شايفين، سستانتيكولم طلال، سستانتيكولم طلال، وده اللاترال سيرفيس بتاعها. الدورزال سيرفيس بيبقى عليه نطوق اللي هو ده الكوراكويد بروسيس، بقول عليه الكوراكويد بروسيس. وده قلنا زي ما قلنا اللي هو السنتيكولم طلاي. طبعا بيبقى فيه هنا فاسيتس علشان الارتكيوليشن مع العظمه اللي جنبها اللي هي الطلس بون، الطلس بون بيبقى نفصل بالمنظر ده. الكالكينيوس بتبقى كودو لاترال بالنسبه للطلس، دي الطلس تبقى موجوده ميديال بالنسبه طبعا للكالكينيوس. الطلس بون او الاسم الثاني اللي هي تيبيو تارسال بون، تيبيو تارسال بون عشان دي بتتمفصل مع التيبيا. بتتميز طلس ان البروكسيمال والدورسال رو بتوعها بيبقوا كونتينوس، مكونين الشكل ده بقول عليه التروكليا، المنظر ده بقول عليه التروكليا، عباره عن تو ريتش ما بينهم جروف. التروكليا دي اللي هي بتدخل في الكوكليا بتاعت التيبيا، تمام. بس وده الميديال سيرفيس بتاعها، والديستال سيرفيس بيبقى عليه بس سي شيب دي عشان تتمفصل مع العظمه اللي هي موجوده في الميدل رو اللي هي دي، بقول عليها السنترال تارسال بون، موجوده في الصف الوسطاني، بقول عليها السنترال تارسال بون، بتبقى واخده شكل حرف السي، السنترال تارسال بون. الديستال رو الصف الاخير بيبقى في عندي مفروض اربع عظمات، بس في عظمتين بيبقوا فيوزد مع بعض اللي هي الفيرست والسكند تارسال بونز، دول عباره عن عظمتين متحمين مع بعض هي الفيرست والسكند تارسال بونز. بعد كده في عندي السيرد تارسال بون اهي شبه حرف التي، سيرد تارسال بون في اللاتين دول بتبقى شبه حرف التي. اخر واحده اللي هي دي عباره عندي عن تبقى لونجيتد شويه او مستطيله شويه في الشكل، بتبقى عباره عليها الفورس تارسال بون، فورس تارسال بون، فورس تارسال ايه بون، واضح. بيبقى على البلانتر سيرفيس بتاعها بيبقى فيه جروف زي ما احنا شايفينه كده، في الديب ديجيتال فليكسور تندو، ماشي، في الديب ديجيتال فليكسور تندو على البلانتر سيرفيس بتاع الفورس تارسال بون.